في أحلى ما فيك الموسم الرابع. ريم 42 سنة، مرأة تخدم برشا ولهي بعائلتها وأمها، لكن في هذا الكل عام ورا عام نسيت روحها. ستيل متاعي عن جنرال في اللبسة سي كلاسيك، في لو بوست كو جوكوب في الخدمة متاعي، دونك يلزمني ديما نقعد في ستيل فيستيمونتير الكلاسيك. لكن مهما كان البوست اللي نخدمو فيه، هذا ما يعنيش فورسيمون ستيل واحد نحصرو فيه رواحنا. على لا مورفولوجي ان ا لا مورفولوجي فيمينين يقولوا لها زيد لا مورفولوجي بيراميد. دونك لا مورفولوجي ان ا سي اون سيلويت او لي زيبول اي لا بواترين سون بلو فان كو لي هانش. Quand on a une morphologie en A, on doit jouer sur des volumes pour recréer un équilibre entre le haut et le bas. Qui fait ? On doit miser sur des hauts, des chemises, des vestes, des robes épaulées. Mantafihom, des épaulettes. Ou elle a des manches papillons, ou elle a tout simplement des hauts colorés à l'éche pour attirer le regard et pour donner l'illusion que nous, le haut du corps, fait accès volume, hakeka, on rééquilibre la silhouette. Quelques astuces pour sublimer la morphologie en A. Miser sur des bijoux. Maintenant, n'ajoutez plutôt des boucles d'oreilles kbar, ou elle a un collier, ou elle a tout simplement une manchette physique. Évitez les jeans délavés à la khatabchizid ou yartuna volume, fait les hanches. Les jupes plissées à bannir. Quand on a une morphologie en A, il faut éviter les jupes plissées khatab chatouna bacha volume fait les hanches. Les conseils et astuces de Marwa Al-Agrabi باش نشوفو اذا ريم تعرفهم ولا لا. هذاك علاش مشينا معها اليوم الفاس افاس اللي نلقاوها في اللاك دو وفي المول اوف سورس. هي لادريس مود في أحلى ما فيك، وين أي مرأة ولا جون تنجم تلقى دي كوليكسيون تندانس آخر لي كوب ولي كولور. Face à face, puis nous voyons que Nerim tarf tختار tenue تحط لها بدنها والمورفولوجي نتاعها en valeur ولا لا. وهذه اللبسه اللي اختارتها ريم من face à face واللي بيها باش نشوفوا اذا بدات تتعلم تفهم سا مورفولوجي. كي جيت الفاس افاس حبيت نبدل من الستيل ديستيمونتير بتاعي، دونك مشيت فيغ لو سبور شيك. حبيت نشوف روحي في 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 ستيل اخر، معناها توتا في ديفيرون الستيل اللي انا كنت نلبسو. عجبتني روحي في الستيل هذايا تو سامبلومون. ياسر عجبتني لا فيست اللي اختارتها ريم، سي اون فيست ان تويد، فيست فيمينين افيك دي بوتون ان كريستال. La couleur mazienne, ama le pantalon, même si je peux le col, ma style le veste. Je suis pas trop fan de la chira beserwel jean li khtaretou, à la khater tout simplement la veste, la coupe, les boutons, mais jiou ken ma un style classique, chic, ou elle a tout simplement un style casual chic, décalé. Nahkiou tawa a choix mtaha, est-ce que mchi ma morphologie mtaha ou elle est, le veste. ياسر مزيانة عليها، مي جوري بريفيري كان جيت اختارت ان بونتالون ان تيسو لا كوب نتاعو دروات، والا ان جين فونسي لا كوب نتاعو دروات زيدا. لا تونو الثانية اخترناها الرين باش نخرجوها من الالوان الغامقة وتجرب حاجة جديدة مش مستانسة بيها. جيلي البيج والبنطلون البيج اللي لبستهم، الحق اول مره نلبس هكاك، معناها
بنطلون معناها فاتح دو كولور معناها تري كلير وقلت بوركو با معناها نخرج شويه من الاوردينير مع جيلي هكاك معناها حاجه كورت حق عمري ما لبست حاجه كي هكاك قصيره معناها فهمت ديما تلقاني نبدا نخبي في الليونش نتاعي والكل جي جامي اوزي باش نلبس حاجه قصيره عجبتني اللبسه اللي لبستها معناها وباش نعود الحق ديما هكا معناها نلبس ستيل هذاك معناها جيلي هكاك قصيره وكولور ديفيرون علي انا مستانسه نلبس فيه ياسر ياسر عجبتني لا تنو اي سورتو لا كولور دونك كيف ما قاعدين نشوفوا ريم لابسه ان كارديغان كلاسيك اون ماي blanc élégant avec garniture noire, les boutons yesser mezzanine, deux boules de perles. On fait la partie inférieure du corps, le petit un jean et couleur météo blanc cassé. La coupe elle est parfaite. Ama poule, hakura atol shoya. La tenue elle est parfaite. Ama kenji le cardigan atol shoya. Hakika inajum inaksen shoya le volume taléon. روب اساسيه في غاردروب اي امراه مهما كانت سا مورفولوجي ومهما كان لو ستايل نتاعها فيمينين وماست هاف ولازم لازم تلبسها اي امراه صافي 2 ans que j'ai pas mis une robe mais les zit في البوا معناها زدت 14 كيلو en plus وليت قلت اليوم باش نتحدى روحي وباش نلبس روبا اي فوالا معناها لبست روبا عجبتني روحي هكا ظهرت لي انا محلاني هكا كوكيت ورجعت لياميتي متاع قبل جي ادوري ريم لبست اون روب فورم ترابيز اي لا فورم ترابيز اي ايديال بور لا مورفولوجي ان ا و سي با اون روب ترابيز كيلكونك على خاطر فيها لو كول كلودين انكريستي دو كريستو J'aurais préféré une taille au-dessus, hakika ji awsa chwaya khatr hasit rouba li lbsetha hiya jitha chwaya centrée au niveau des hanches ou ma ratatelnach belgde la partie des hanches. Kaynen touma zada andkom la morphologie en A ou tahbou ta'rfou les robes li wetiwkom à part la robe trapèze li konna nahkiwa 'aliha. Fama zada la robe forme empire, la robe forme empire, elle s'évase légèrement en dessous de la poitrine, hakika elle floute les hanches. Fama Zeda, la forme patineuse, idéale pour la morphologie en A, elle camoufle légèrement les hanches ou t'as-tu comme une très belle silhouette. Toujours manière oser de changer de style tout simplement. Mais quand je vois un qui me tweetinish ou la manarche, et la moche heavy style, il faut toujours oser. Rim كان شعرها طويل وغزير ولبس عليه. لكن ساعات نضرو شعرنا وأحنا ماشي في بيننا ننفعوا فيه. حبيت نرتاح من لي بروشين كشاك 2-3 جور شفت انديل نتاع بروتيين مشيت عملت بروتيين اي دوبي ملي عملت البروتيين شعري تقطع بكله ولا حاله حليله دونك رسات لي قصرت فيه هو كان طويل والكل اون بون سونتي وزيت غمقت في الكولور بشكل الترشيق ما عادش يظهر برشا لازم نلقاو حل لشعر ريم والحل من نلقاوه كان عند دي بروفيسيونيل معروفين بالسافوار فير نتاعهم وعندهم اكسبيريونس كبيره واكسبيريونس باي حافظ مشهود لها من سنين حافظ ديما يطور من روحه ويعمل ديما دي فورماسيون باش يكتسب دي تكنيك جدد ويشوف اخر لي توندونس في عالم الكوافور وآخر فورماسيون كانت من أشهر قليلة التالي مع مونير لو هير ستايلست المشهود له في العالم الكل ومع هذا خدمة حافظ ورغبته الكبيرة باش يكون لا ريفيرونس في عالم الكوافور خليته يطور هو زادة سي تكنيك
باش كل مرة تدخل للسنتر بيحافظ تخرج مرة جديدة فرحانة بروحها وتحب روحها أكثر. ريم شعرها تاعب تخيزها بمي من البروتين اللي عملت. صحيح البروتين سي تان سوا يصلح الشعر ميك يبدا مال ابليكي ولا التمبيراتور غالطه ولا الدوز تبدا اقوى من اللي حشنا بها تهلك الشعر. كاليتي شعر ريم تاعبه برشا وهذا تحدي جديد الحافظ يخلينا نزيدو نتاكدو من كونه احسن ادغيس نجمو نتعاملو معاها في احلى ما فيك. أنا من حافظ باش يرجع لي شعري كيف ما كان قبل ويبدا هكا مزيان وافيك بوكو ديكلا. انا شعري تاعو ان شاء الله ينجم سيكني يعمل لي يلقى حاجه ينجم يعملها باش يرجع معناها شعري كيف ما كان قبل، خاطر انا متاكده لي شعري تاعب على الاخر معناها. ريم شعرها تعب برشا وعامله ان شاتان فونسي، هذيك علاش اليوم مانيش من بعدو برشا على الكولور نتاع شعرها باش ما نزيدوش نتعبوه. وعلى خاطر ريم عندها شوف بلون يطلع لها فيسع فيسع قررت نعملها باز ناتوريل وهي غنجة يوتيها على الاخر. دونك بيت بالكولوراسيون غمقت لها شعرها واستعملت كولوراسيون ارت اللي عطتني بريونس شعرها وغطت لي شوف بلون. لكن قبل الكولوراسيون ايكيب باي حافظ باش يستعملوا ديفونس جيل من فيتاليتيز. وهو عبارة على جيل بروتيكتور انتي تاش يحمي البو من لي ديبو نتاع الكولوراسيون ويعمل باريير افيكاس. نستعملوه على البو وعلى طول الغاسين نتاع الشعر قبل لابليكاسيون نتاع الكولوراسيون. والباهي زادة في ديفونس جيل هو ريحته اللي تعطي سنساسيون دو فريشور. حافظ اليوم استعمل الريم لي كولوراسيون ارت ابسولوت من فيتاليتيس واللي فيهم بلوزيور نيونس، معناتها كان شاهية أي لون نجم تلقاه في ارت ابسولوت من فيتاليتيس. Cette coloration offre une haute tenue de pigments grâce aux huiles protectrices présentes dans sa formule. La coloration Art Absolute من Vitalities هي crème colorante. فيها formulation professionnelle, dite من éclat ou brillance la coloration. La formulation تاع la coloration Art Absolute هي technologie innovante double effet. فيها des extrêmes تاع tilleul ou calendula. يحميو بدرجة كبيرة اللون وهكا نتحصلوا على كولور دوم برشا فيها لقة وإكلة للشعر. لابليكاسيون متاع لا كولوراسيون ارت من فيتاليتيز سهلة بفضل لا فورمول انكتيوز متاع الكريم وزيد حتى ريم باش تعدي ان مومون ياسر اغريابل على خاطر ارت فيها ان بارفان ديليكا. بعد استعملت صوان تريلوجي اللي بصراحة شعرها تريزا بيمي. لي لابوراتوار فيتاليتيز بسافوار فير ميد ان ايطالي طوروا اون جام دو صوان كومبليت تريلوجي للشعر التاعب كيف يبدا مقصف تيرن والا بلا شكلا. لو صوان تريلوجي متكون من شامبوان اللي كيفو كيف لا جام الكل بلاش بارابين بلاش سلفات وبلاش لي تونسيو اكتيف موسان اللي يهلكوا الشعر ويضروا الصحه. Le shampoing Trilogy من Vitalities في الدار وإلا en salon في تكستور ياسر كريموز يضمن لافاج ديليكا بموس اباندونت. هذيك علاش كونتيتي صغيرة برشا الشعر ينظف بالكدا والشامبوان تريلوجي ينظف الشعر صحيح أما زادا يغذيه ويعطيه لمعة. بعد الشامبوان كملوا لو سوان تريلوجي بالديفين ماسك اللي يتخلط مع الفلويد ميراكل. الديفين ماسك هو فيلوزوفي جديدة لتغذية الشعر اون بروفوندور تعطيها القوة اللازمة وتخليها سهلة في الكوافاج. فيه اون فورمول بوغي تعطي ريزولتا ايميديا من اول استعمال
ومنصوح به برشا للشعر الخشين المهلوك. الديفين ماسك نخلطوه بالفلويد ميراكل اللي يزيد يقوي من الاكسيون اللي تغذي الشعرة وتعطيها لمعة ودوسور. الفلويد ميراكل هذا نخلطوه مع ديفين ماسك وإلا زادة مع لابخي شامبوان إيديال متاع تريلوجي. كاسك فابور يزيد يحل الزكاية متاع الشعر بالإفي فابور وهكا يزيد لسوان تريلوجي يدخل في الشعر عن بروفوندور وتزيد المنفعة. أنا بيت متاعي كي نحط المرأة أون فالور ونعمل الحاجة اللي توتاه ريمة مانيت شعر يرجع طويل كما كان وأنا حبيت نفرح قررت شو نعملها إكستنسان بالكيراتين الأفنتاج متاعهم اللي يظهروا أون ديغي شعرها والرومبليساج يصير من 5 موال فوق والأهم اللي هما 100% ناتوريل. ريم حبت شعرها يرجع طويل كيف مقبل هذيك علاش حافظ لي لا بروبوزي باش يركب لها دي زيكستونسيون كي فون ابورتي دو فوليوم لشعرها اما ان شاء الله ما يخليش طويل برشا ويقص نيفو لا بواترين. علاش ما لازمش ريم شعرها يفوت نيفو البواترين على خاطر الا ان فيزاج لون. وقت اللي يبدا عندكم ان فيزاج لون ne choisissez jamais les extrémités de longueur. Ni trop long, il allongerait encore plus votre visage. Ni trop court, allez, chalakhatel, il ferait ressortir également votre front ou elle votre menton. Ne pas doser dans les coiffures trop lisses, allez, chalakhatel, elles vont aplatir les traits du visage. Ou ahna hachetna bchazid nzahrou les traits du visage. Ou nrajou akthar la forme du visage, akthar ovale. Donc, hadik allez, chizna barcha volume. Ou inchallah, lyoum. حافظ يعمل لنا الريم فوليوم في شعرها يعمل لنا ويفي ولا كيرلي ولا المهم برشا فوليوم. شعر ريم تقصف وتلزت باش تقصه قصير وكانت تحلم تعاود تشوفه طويل حلم باش يحقو حافظ فضل ليزيكستونسيون بشعر ناتوريل يعطي فوليوم وطول تمنيتهم ريم من برشا. ركبت ليكستونسيون اليوم يركبوا ميش بار ميش هكايا ولي عندنا غونديو ياسر مزيان ويوتي ريم. تركيب les extensions ياخو برشا وقت على خاطر حافظ يحب يوصل الresultat 1000% naturel وما نركبو les extensions كان عند un professionnel عنده maîtrise كاملة للتكنيك هذي كيف حافظ. حافظ يعرف شنو يلزم لكل وجه وحسب لي تري دو فيزاج والفورمه متاع وجه ريم باش يختار لا كوب اللي تمشي معاها. Et pour renforcer la fibre capillaire de ريم حافظ استعمل ان فلويد سبيسيفيك SOS بوينت فورشو من لا جام تريلوجي. C'est un fluide qui scelle les pointes fourchues, yati brillance de dalchara où il convient à tout type de cheveux. Le SOS pointe fourchue, une trilogie sans rinçage, fait action réparatrice ou yimchi mع أي type de cheveux. طبعا باش خليك انت تتكلم. هكا شعرك طويل رجع ناتوريل كاينك عمك 20 سنة. ليه اقرصني اقرصني نحلم نحلم. ايه والله ليه؟ يا حافظ يهبل. انا ركب فيه وفرحان على الاخر خاطر نعرف باش تعمل رياكسيون هكايا. امبوسيبل شعري بتاع وقت اللي عمري 20 سنة امبوسيبل. شعرك ناتوريل 100%. ليه ليه مش مصدقة. عملت لك اكستنسيون ناتوريل 100% زاد نجم نصبغوه هذا وقت اللي نحبه نحن. مي انا اخترت الفون هذا باش خليك ناتوريل باش تحس. شو شعري؟ يا اذا بدنا الفرحه هذه اللي نتمناها هنا مع كل كليونت
يا حافظ ميرسي انا فرحانه ربي يفرحك ميرسي ميرسي عايش نحلم 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 هي شعرك ناتوريل 100% يتغسل تلمو دوش كيما تحب تعمل انت معناتها تزو يمين يسار تلقى روحك صباع شعري ناتوريل شعري اون ديري با عامله اكستنسيون مش نورمال كي قبيلك تحكي قلت حبيت نشوف شعري طويل هكا وترجعني انا وقتها خممت شي مش نعمل بالضبط عملت لك حاجه في الناتوريل ما حبيتش نبدل حتى اللون شكل التكستور شكل شكل فيينا شكل كاليتي هذه الكاليتي موجوده كان عندي انا راه مش نورمال يا حافظ ميرسي ميرسي عايشك عايشك اخزك كيفاش تحب تلم شعرك مثلا كي قلت لي انا سبورتيف ونحب شويه سبور وكذا تلم شعرك هكا تلقى روحك صافا زيرو ديفو بيان ناتوريل ناتوريل تخي ناتوريل ويا حافظ ميرسي ميرسي صحة. مين ميرسي صحة. عايشك صحة. يا حافظ ربي يفرحك والله نحن راهو خدمتنا راهو كي نشوفوا كليون تجينا شعرها تعب ولا ما عنديش حتى حل نحققوا لها الحل انا خدمتنا باش نحققوا الحل راه ما نقولكش شعرها تعب ما نجم نعمل حتى شيء حلم احلامي كي تجينا الكليون لازم تروح فرحانه مش مصدقه بزاف مانيش مصدقه فت انا حافظ كيف قال لي راني باش نغمق لك في الكولور نتاع شعرك شويه خفت من الاول مي بصراحه بعد كي شفت الريزلتا سي نحكي لكش معناها كولور ياسر طياره ضويت لي وجهي ميم صغرتني حتى في العمر نحس في وجهي هكا ولا فيه اكلا حتى من خديداتي ولا احمر بالكولور هذيه والإكستنسيون متاع لي شوفو هذيك روعة 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 اي سورتو زاد الكولور متاع التنتور والكولور متاع الإكستنسيون جي إيدنتيك صدقني إيدنتيك زيرو ديفو والكاليتي متاع الإكستنسيون ياسر ياسر طيارة ناتوريل 1000% والسوان زاد اللي عملهولي في شعري خاطر انا شعري كان فورشو هكا وتيرن والكل ولا زاد محليه افيك بوكو دو سوبليس وفيه اكلا فريمون خدمه ياسر بروفيسيونيل طياره 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 فريمون باي حافظ سي اون ادريس ا فيزيتي دورجونس البنات ننصحكم البنات الكل باش تجيو الحافظ خاطر صدقني باش تخرجوا فرحانين 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 سورتو زاد لاكوي شالوغو اللي عنده الستاف اللي عنده الكل البنات الاولاد الحق تخرج ياسر فرحانه وربي يبارك له وربي يفرحه كيما فرحني ويعطيه الصحه وغران غران غران ميرسي